ماما 1 hour 1 hour افتر 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 وير يو ونجو ما في معلوم خذني على اي مكان ماما 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 في معلوم واحد مول في 50% لك شبه لسه ماما 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 الله لا يكبرك بعدين انا ما بحب اعمل شوبينج لحالي مو لحالي ماما في كمار في كمار كمار لازم اشتري بهار ريح حالك ماما 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 في وايد فيلم هندي كتير كتير حلو ميوزك لا تجيب لي سيرة الأفلام والمسلسلات صار ما خرب بيتي غير الفن ماما 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 درو بحر أنا في معلوم واحد نفر صديق ناطورة ليكت أنت ممكن يعمل دورة بليكت كمار خدني على المطار ليش ماما مطار أنت بسافر لا بابا ما عنا وقت كتير ما عنا وقت كتير تذكرت يلا بسرعة بسرعة خدني على المطار ماما عم بسبل أنا برو مطار مشان أنت بسافر بعد الرفات أنت الصبايا بكون بزمن كمار لك عن جد أنت مو كمار أنت حمار وأنا عم قلك بسرعة على المطار أوف بعت لك لعية شو بتلاعي لك لعية ما ربعت لك لعية أدري إيشو روحي إيشو أدري والله يعني لا تعذب حالك حبيبي ما إلك داعي جد أنا بدي إياك ترتاح شو تعذبيني ما تعذبيني إيه والله والله ما تدرى خالته فريدة إنه الأنسة نور رفيقتها لابن جيراننا الأنسة سميحة إن ريسك وأنا ما تدخلت وحطيتها إن سيف إيه والله والله تزعل مني ميكن فيري ماتش إيش الحكي هاد إيه والله والله يا أدري إنه ضل أحكي بوقفتك جنبي يا سيدي مو سنة العمر كلياته بس فهمني المشكلة إنه مو أنا اللي بخطر ياي لكن مين اللي بخطر؟ أنت أستاذ كريم؟ كريم مين يا عم أنت؟ أنا مليش دعوة في كل اللي بيحصل ده ما تقول لي يا نور لا مو كريم ياي لكن مين؟ حسام عم تمزحي خطيبك الأستاذ حسام؟ أي طبعا خطيبي حسام ليش في غيره؟ هلأ كمان أستاذ حسام خطيبك مهدد؟ يا ألف نهار أبيض يا ألف نهار أبيض شوف يا أنسة نور أنا خالته فريدة لما دريت أنه أنا موجود هون بدبي جنب للأنسة سميحة بن جيراننا قالت لي يا ابني يا أدري أدري لا تلعي لي قلبي هات من الآخر وصتني وقالت لي يا ابني يا أدري أنتوا ببلاد الغربة ما إلكن إلا بعض معقولة يا أنسة نور؟ معقولة نحن أولاد بلد واحد ما نوقف مع بعض؟ ناخد بإيدين بعضنا البعض وخاصة وانت عم تمري بهذا الظرف إيه انا مستحيل اتركك ترجع على الشام جسي هامدي يا ربي دخيلك شو اعمل ادري حبيبي انت فهم علي انت هون بهذا المكتب مالك شغل شاتين ما بدشرك طاول 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 لا تطمن انا بصير بجي كل يوم ومعي سميحة وليان مشان تطمن يعني هيك بتحس انه انا بامان فلا تعتل همي طيب ماشي بس اخطي بعضهم رقبتك اخطي بعضهم رقبتك اذا حسيتي حالك عم تمري بلحظة خطر وحدة بس مسكيلي ما بتلاقي لي الا هار لي صرت عندك اكيد اطمن ماما كلي ماما يلا يلا بسرعة هذا فوق عشان بابا وسام مانيلا لا لا ناريتا كواكزو خلص ما عم بعرف لوين ممكن يسافر maybe لندن هيثرو هونغ كونغ كومار حاجة تتحذر لا تتركني خليك معي أنا عن جد بحبك أنا رقم 2 بحياتك يمكن 3 وأنا ما بقبل إلا إذا كنت رقم 1 أنت بحياتي كل الأرقام 1 و2 و3 و10 ميدي أنا تعبت عارفاني شو يعني تعبت حسام غرامك أحلى غرام أنا بحبك
وأنا كمان بحبك وبحبك أكثر ما أنت بتحبيني، بس ما في فايدة، أنت منك فاضية لي، عندك شيء أهم. بابا وسام، تيمو لازم بيروح، أنت لازم هون، بعدين أنت نفارك بيز، بعدين أنت بيروح، في نفار تاني، زعل، زعل، كراي، ماما ميديا بحب أنت، لافن يو، أنت لازم لافن شي، لافن هي، أنت لازم لاف ماما ميديا، بعدين أنا كومار لو في واحد نفار ماما ميديا بحب كومار أنا بيروح، برجع، وين بيروح؟ ممكن إذا هو بيروح أنا إنديا بيروح إنديا، إذا هو بيروح تشاينا بيروح تشاينا، إذا بيروح مون ممكن بيروح مون، مو بيروح بتريك، بيضلوا بيهب، لازم بابا وسام انت لازم بيضل مو لازم بيروح. وسام خليك معي. بابا وسام خليك، ما بعدين هو تكلم، انت بعد 2 3 4 5 10 انت شو في مخ؟ ما في مخ بابا وسام، هو لعيه لعيه. صدقي انا اكثر شيء يمكن يزعجني في هالدنيا الناس اللي تسلم بالايد. هي والله صدقت معك حق مليون بالمية. هي يعني شو يضمن لي ان هذا الشخص اللي جاي يسلم غاسل ايده مو غاسل ايده؟ هي والله لا، وتصدق ممكن يكون مصافح حق مريض واحنا ما نعرف. كلامك عدل، عين العقل والقهر اللي يقهر يعني اكثر من هذا وهذا البنات ماخذين لي موضه هالايام يسلمون على بعض في الوجه. خفتي من هالنوع؟ انا مستحيل. شو هالكلام اللي قاعد تقول؟ انا مصافح ما اصافح، تباني اسلم عليهم بالوجه؟ اعوذ بالله. دلوش منيح اللي شفتك هون. ربيتي نانا شادي، شادي نانا تشرفنا. وشركتها بالغرفة كمان. واوقات بتسرق لي بيجاماتي ومخديتي وشرشفة. دلوش بركيلي رجع رجع عطينا فرصة تانية. مبروك على فكرة نانا بعد تشتغل كتابة السيناريوهات. حلو. على فكرة انتوا أكلتوا ولا بعد؟ أنا ميتة من الجوع. أنا الصراحة بعدني ما طلبت ولا شيء. ييب لكن في عندهم فيلة السمك اللي أنت بتحبيها بطلب لك إياها؟ نانا أنا متى أحب السمك؟ يعني لين الحين ما عرفتي أنا ما أحب السمك؟ ييب شو صار لك؟ إيه ما في لقتينا بريحة السمك بالفيلا. طيب يي ليكي ليكي في عندهم دجاج بالأعشاب بتاخديها؟ دياي أنت شو بلعت اليوم؟ فيك شيء اليوم أنت؟ مرضتي؟ أنا متى أحب الدياي؟ شو صاير لك داخلك؟ فجأة صرت نباتية؟ نانا أنا عندي إرساء من اللحم والدياي والسمك. اطلبي لي سلطة بس. أوكي. أستاذ شادي شو بتحب تطلب؟ أنا لا لا أنا عندي موعد وأبغي أروح، شكرا. كله منك. شو بلاش أنت اليوم ما سكتي من الصبح؟ إيه هو مدري شو بيه؟ أنا بدي آكل جوعانة. بذبحت يوم أرد البيت. ولاش خبيت علي؟ خفت قلك تقومي ما توافي، وانا بعرفك انك بحاجة شغل اكتر مني، مو بحاجته ماديا يعني، بس بحاجة انك تشتغلي، وانا ما رح امن عليكي لحتى لقي لك فرصة شغل محترمة وتلاقي حالك فيها. يعني بفهم من كلامك انك انقبلت بالشغل وتركت كرمال. يس بحب اشرك راح علي وعليك الشغل. ليش ما نجحتي بالانترفيو؟ ما عملت انترفيو بالاصل. ما كان في موعد؟ ايه وما عملته. طيب ليش؟ لانه عندهم شرط انه هن بدهم شباب ما بدهم بنات. ومنين جابوا هذا الشرط؟ ما بعرف. شو بعرفني؟ اللي بعرفه انه الشغل راح علي وعليك. مبروك. طيب يا ستي فداكي انا وفداكي الشغل. صاير انت عن جد بتحبني؟ ايه بحبك يا اختي، بحبك بحبك بعشقك. ايه بعشقك. طيب ماشي ان شاء الله عمره الشغل. اوكي عمره الشغل. بدك تعزمني على الغداء؟ حسابك. يلا جو. شو يعني؟ يعني عطيني فرصة جديدة ومشروع كتاب جديد. عم تمزحي؟ والله يا سلام. ايوه عن شو بدك تكتبي؟ بدي اكتب تاريخي اكشن. تاريخي؟ لك لا مش تاريخي عادي، بدي اعمل شيء مثل عمر المختار والرسالة حتى اقوى، بس في مشكلة صغيرة.
شو هي المشكلة؟ لا تقولي لي زانقينك بالميزانية. لا، الميزانية مفتوحة. معناها زانقينك بالوقت مثل العادة. أبدا، التايمينج مفتوح كمان. نانا حيرتيني، لكن وين المشكلة؟ مشكلة إنه ما عم بعرف مين الشخصية اللي بدي أشتغل عليها. لازم أعمل سيرتش، بدي نقي شخصية تعمل بوم عند العالم، تكسر الدنيا. شو رأيك بوهيبة الطفشان؟ مين هاي؟ معقولة ما بتعرفيها؟ يا حبيبتي، هي أول فلاحة حبت رجل إقطاعي بزمن الإقطاعيين. يا ميديا، دخيلك نحن ما صدقنا كيف تطورنا، بدك ترجعيني على زمن الإقطاعية؟ بالعكس يا نانا، ولا القصة كتير حلوة وفيها أكشن. لا لا، ما بدي، ما لقيتي لي غير هالفلاحة وزمن الإقطاع وانتو هالدراما. ماشي، طيب شو رأيك بكليوباترا؟ فيلمين نزلوا لكليوباترا. زنوبيا؟ لا، عاملين عنا فيلمين ومسلسل، وسعي لي خيالك شوي. اي والله ما عم يطلع معي شي. حاسة ما في شخصية تاريخية مو عاملين عنا فيلم أو مسلسل. بدي أحكي عن ناس عملوا إنجازات ضخمة، ليش ما بحكي عن الناس اللي طلعوا على القمر؟ بس ما في بنات وصلت على القمر. مش ضروري أكتب عن شخصية تاريخية بنت. بلا شو؟ أقل شي كاتبة أنثى تكتب عننا وتنحاز إلنا، بلكي بينصفنا التاريخ شوي. أنت شو ما بتفهم؟ لك ما عم تفهم؟ فهم علي، الله يوفقك، حس فيني بقى. يا أخي أنا ما بحبك. لك وحياة السنجاب بتعلق فيه لا تتركني بحالي بقى. لما؟ لولي حلو الأمور اللي بتجنن شبه اليوم زعلانة. ما فيني شي سموح، ما فيني شي. شادي ما هيك؟ والله ما عارفي سموحة، الظاهر أنا مكتوب علي أني أتلاقى ويا الأشخاص الغير مناسبين طول العمر. لا أبداً مو هيك، بس أنتي يبدو لي أنك بتعلقي بسرعة كتير. هي والله، وما أنسى بسرعة. طب والحل؟ أنتي لازم تلاقي حل، ما بصير تضلي هيك. ما في حل، خلص ما ننفحك بعض. خلص أخدتي قرار؟ لا بس تعبني وايد يا سموحة. تخيلي عنده فوبيا من كل شيء، عنده فوبيا من الطوابق العلوية والطوابق الأرضية والقبو بعد، وين بنسكن عيل؟ ليش أنتي عم تفكري تكملي معه لحتى تفكري تدوري على سكن؟ هذا عبارة عن شخص مليء بالفوبيات وهو الإرساءات التي تمشي على الأرض. خلص شو بدك في تركي؟ يعني أنت ترومين تتركين سائر بهالسهولة؟ ليش سائر مثل شادي؟ طبعا عفوا مو قصدي شيء، بس ما انه مثله. ما علي سموحة، ما علي، فهمت النتش. بس شو اسوي؟ كل حد يطلع لي في مشكلة. معقولة المشكلة مو فيهم؟ لكن بمين؟ طمني، لقيت الشخصية؟ في كتير، بس محتارة بين كليوباترا، زنوبيا والمبرقعة. مين هي المبرقعة؟ بحياتي ما سمعنا فيها. هي وحدة صار معها مرض جلدة. لا 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 لا، ما حبيت لك ياها بنوب. انت روح قلبك الأكشن، يعني فكري مثلا. لك ما عم بقدر اختار شي يتناسب مع الطريقة اللي أنا بكتب فيها، بدي شي أكشن. تعرفي شو يعني أكشن؟ يعني مثلا تكوني انت قاعدة هلأ هيك يجي فجأة حدا من وراك ويضربك كف. طب انت بس ارسي على بر مشان اعرف شو اعمل. اختاري الاسم وشوفي شو فيني ساعدك. يعني انت شو ممكن تعملي؟
ممكن أعمل كتير وساعدك كتير، بس أنت اختاري الشخصية وننوشة لا تنسي تنصفينا. ماشي أنا رايحة البوس. رح أنصفك رح أنصفك، بس بقدر أعرف وين رايحة؟ عازمني وسام على الفطور. يا الله ميدو بشرفك، ولو ضلك معي أنا بحاجة أسمع صوت صدى تاني تقدر لقي شي. يا ريت يا ننوشة، بس أنا وسام تصالحين تازة وبخاف يرجع يزعل مني. خلص صحيح أنا عم بفطر معه، بس أنا وياك رح نكون على تواصل حي ومباشر. أي شي بيخطر براسك فوراً دقيلي التليفون على الحارق، وأنا إذا طلع معي شي كمان بدقلك، وكمان رح أحاول أستنطق وسام. ماشي؟ طيب أوكي يلا روحي، بس لما ترجع جيبي لي معك تارت فواكه. حاضر. شو حبيبي؟ بتعرف أنا ما بعرف شي لهلا عن اهتماماتك. أوف كيف يعني ما بتعرفي شي عن اهتماماتي؟ يعني شو بتحب؟ شو هي هواياتك؟ إيه لا هيك بسيطة، أنا بحب السباحة، بحب الباسكت. طيب والتاريخ؟ شو؟ يعني قصدي بتحب القراءة، يعني المطالعة. إيه أكيد بحب القراءة، بس أنت بتعرفي ما عندي وقت. يعني إذا افترضنا أنك لقيت الوقت اللي بدك تقرأ فيه. يا حسرة، ما انت بتعرفي ضغط الشغل. بعدين حتى لو كان عندي وقت فراغ رح اجي بشوفك فيه. يا اخي افترض انه انا مالي موجودة بحياتك ابدا. ميدو شو قصة فرضياتك اليوم؟ تخيل معي تخيل معي انه انا مالي موجودة بحياتك نيفر نيفر، وانت موجودة على جزيرة نائية وما في قدامك حل تتسلى غير انك طالع كتب التاريخ حصرا. فعن اي شخصية بتقرأ؟ ميدو من الآخر شو بدك؟ أول شيء أنت من الصبح عم بتلف وعم بتدوري على موضوع، شو هو؟ بصراحة سيمو نانا بدها تكتب فيلم تاريخي، وأنا عم ساعد مشان ندور لها شخصية تاريخية تكتب عنها. رجعنا؟ انت مين ولد؟ هوب هذا انا 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 ادري شو عامل بحالك وعشو لحقني من الصبح. لا يا طول بالك على مالك على حالك، اوعك تفهمني غلط. ها لكن شو بدك اطرى لك كم موال ضد حلبيه يعني؟ اوعك ها اول شيء اوعك تجيب سيره حلب على لسانك، طاول طاول طاول. ثاني شيء انا الان سنور، يعني ما تحسب انه بعتتني وراك مشان اشوف طولك الفتان، لا روحي لا، بعتتني مشان احميك مشان بروتكت يو. وانا كرمال الانسه نور ورفيقتي ابن جيراننا الانسه سميحه مستعده روح لاخر الدنيا. اخو الله والله ما تدرى خالته فريده انه الانسه نور طلبت مني هيك طلب وانا ما لبيتها، والله تزعل مني ميكين. روحي من الاخر انت مهدد بالقتل. شو مهدد بالقتل؟ شو شو ما فهمت ما فهمت شو حكي لي شو القصه؟ لك انا الله شو بلاني ورديت عليك ونصحتك؟ لك يا ريت ضليتك دبقان ولهالسنجاب، لك ما عاد عرفت نام لا ليلي ليل ولا نهار نهار. وانا مالي عرفان نام، لك رح موت على ما اسمع صوتك، مالي عرفان ليلي من نهاري. اسمع انت عم تفهم عربي شي؟ ليكني عم بحكي معك بالعربي. انا ما بحبك ما بطيقك، لك اسمك اسمك ما عم بقدر اسمعه. لك حل عني بقى حل عني، فهم علي يا
انا بحبك وهذا اللي بدي اياه وانا راح اتجوزك اذا قلتي ايه ولا قلتي لا. لك حتى لو خطفتك خطيفه، لك حتى لو وصلت اني قتلك وقتل حالي، ما راح اصير. اوف شو هالدبقه يا قوم. امرك يا مولاتي. يا قوم امرك. اقطعوا راسه هلا. امرك يا اميرتي. لك لا لا، انا بدي هي تقطع روس العالم بايدها. يعني انا بدي اقطع روسهم ولا ميديا؟ اه لهالدرجه كنت الملكه ظالمه؟ ليكي من هلا اعمل لك ميديا ما فيها تشوف ولا نقطه الدم دغري بغوتن على قلبها. بالله شو اساسا انا عملت دوره تمريض باللاذقيه، بعدين كمان دومت بالمشفى الوطني لاسبوع كامل وبعرف اضرب ابها. ميديا ركزي ركزي، جاي لهجه نفرتيتي. يلا ركزي. ممتاز حبيبتي، هذا المطلوب مني، تقصي روسه بس. صبايا هذا المهووس رجع دق لي وهددني بالقتل. لا انا وشادي خلينا بعض. ماشي سارسل لك الحرس ليقتادوه مكبلا بالاصفاد الى هنا. روقي ميديا، ما بدي القصه لحرس ولا شيء، صدقيني كلياته على بعضهم مستاهل. صدقيني كانه كنت عم بقلكم انه هددني بالقتل. ميديا هاد بده حرس، بعثي له الحرس تبعك. يلا على السريع. سارسل لك الحرس ليقتادوه مكبلا بالاصفاد الى هنا. ها! سربرايز سربرايز. اي سربرايز؟ جلطوني من شان الله ما تغزينا انسي نور، والله والله ما قصدنا، بس هيك حبينا نفرحك ونبشرك ونقول لك انه هذا المجرم اللقيط اللي اسمه نديم حطينا لك يا بيت خالته. مو خالته فريده، خالته مجيده. والله والله ما تدرى خالته فريده انه انت وقعتي بهيك دي وانا ما انجدتك، والله تزعل ميكي. معك حق. انت كيف عم تخبرينا هيك قصه حبيبي؟ سوري بس ما خبرتك لانه اول شغله خفت ينشغل بالك علي، وتاني شغله كنت خايفه عليك كثير. وبعثتي لي شيرلوك هولمز هون يراقبني؟ لك مو مشان يراقبك، مشان يحميك. وبه طب شو ناوي تعملي هلا؟ ما حاعمل شيء طالما انمسك، يعني شو بدي اعمل؟ ما في شيء اعمله. لا لا قصدي هلا بهالساعه شو بدك تعملي؟ اه ولا شيء. عندك مشاريع؟ بدي اعزمك على الفطور. واحلى فطور. طيب لكن خلي سيارتك هون وبتطلع معي بالسياره. اوكي ليتس جو. يا مال الله كني انا ما حدا بدي يعزمني. Nobody asked for me. ايش عليك؟ هو ما عذبت حالي وضحيت بوقتي مشان احميكم. روح يا حسام روح، يبعت لحدفة للي قالت لأمك مبارح ما إجاك. وبه يا الله بتعرف سائر، يا ريتنا ما تركنا الشغل أنا وياك. ندماني؟ لا مو ندماني ولا لك أي ندماني. طيب إذا بدك بحكي لك مع مدير الصالة الجديد بيرجعك الشغلة. لا ما بدي أرجع أشتغل بالكفة، خلص شغل بالكفة مرحلة ومرقت. أنا جاي على بالي أشتغل باختصاصي يعني بالقانون. والله حرام 5 سنين يضيعوا من عمري هيك، ليه ما بشتغل شغلة بتخص القانون؟ إيه هي رنت ماما. طيب استني لا ترد عليها. ليش؟ يعني ما لا تخاف لا تخاف، ما بتعرف إني عطلة عن العمل. لك لا مو هيك، بدي إياكي تقولي لها إنه في شب حليوة ومهضوم. إيه وعاطل عن العمل مثلك، حابب يرتبط فيني، حابب يرتبط فيكي. أول شيء سكرت ماما. فيني؟ يعني انت ترتبطي فيني انا ارتبط فيك. نتناقش.